السلام عليكم. ان شاء الله هنستكمل شابتر 6 وهنتكلم النهارده على الرينولدس انالوجي. رينولدس انالوجي هو عباره عن بعض العلاقات ما بين بعض الدايمنشنلس نمبرز اللي احنا هنتعامل بيها في الكونفكشن. اهم الدايمنشنلس نمبرز دي نمبر اسمه البارنتال نمبر، بنديله رمز PR. okay. الـ parental number كتعريف هو عبارة عن النسبة ما بين المومنتوم إلى الثيرمال ديفيوسيفيتي. لما بنيجي نقسم المومنتوم على الثيرمال ديفيوسيفيتي يديني عبارة عن CP في الميو على الكي، وده جاي اساسا من تعريف المومنتوم على الثيرمال ديفيوسيفيتي. المومنتوم بيمثل في الكاينيتيك فيسكوستي، على الثيرمال ديفيوسيفيتي بيمثل في الالفا اللي احنا اخدناها في شابتر 2 قبل كده. لما نيجي نقسم الكاينيماتيك فيسكوستي على الثيرمال ديفيوسيفيتي، طبعا الكاينيماتيك فيسكوستي احنا قلنا العلاقه بتاعتها هي عباره عن حاصل قسمة الديناميك فيسكوستي ميو على الدينستي رو، والالفا خدناها قبل كده هي عبارة عن الكي في السي بي، الكي على السي بي في الدينستي. وبالتالي لما نيجي نعوض بالقيم بتاعتهم هيديني العلاقة اللي هي السي بي في الميو على الالفا على الكي. هلاحظ هنا ان البرنتل نمبر بيعتمد في الاساس على خواص المادة او خواص الفلويد اللي احنا بنتعامل معاه. بالتالي اي فلويد بيتعامل معاه سواء الهواء او الووتر، لو دخلت التيبل بتاعه عند اي تمبريتشر وجبت قيمه السي بي والميو والكي تقدر ان انت تحسب البرنتل نمبر. في بعض الجداول بيبقى فيها الكايناماتيك فيسكوستي والالفا جيفن بشكل دايركت، لو هما جيفن نقدر نجيب منهم البرنتل نمبر. لذلك هما سهلوا علينا الموضوع، احنا غالبا ما بنستخدمش المعادلات دي. هو بيديك قيمة الـ parental number given في التيبل بشكل مباشر، given in tables. يعني انت مش مضطر ان انت تحسب كل الخواص دي علشان تجيب قيمة الـ parental number وتستخدمها في المسائل. انت ممكن تجيبها على طول بشكل مباشر من الجدول عند temperature اللي انت هتشتغل عليها. وده اول number مهم بنشتغل بيه. نمبر تاني واللي مهم جدا واللي يعتبر اهم واحد فيهم اللي هو النصلت نمبر. النصلت نمبر بنديله رمز NU. وهو عبارة عن النسبة ما بين الكونفكشن إلى الكوندكشن. النسبة ما بين الكونفكشن إلى الكوندكشن. لما نيجي نعوض بالكلام ده بيديني علاقة النصل بتساوي H في ال L على ال K. ولكن طبعا ال K هنا بتكون ال K بتاعة الفلويد. ال H اللي هو الكونفكشن هي ترانسفير كوفيشنت، ال L اللي هو الطول اللي احنا هنشتغل عليه، ده بيتغير على حسب شكل السيرفيس اللي بنتعامل معاه، والكي هي الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعه الفلويد. من خلال الثلاث قيم دول نقدر نجيب الايه النصلت نمبر، او لو احنا معانا قيمه النصلت نمبر احيانا او في الغالب بنستخدمها علشان نحسب قيمه الاتش بتساوي النصلت نمبر ضرب الثيرمال كوندكتيفيتي للفلويد على ال L. طيب قيمة النصلت نمبر لو احنا عايزين نجيبها علشان نحسب منها قيمة ال H بنحسبها ازاي؟ دايما النصلت نمبر بيكون function في اتنين نمبر، رينولدس نمبر والبرنتل نمبر. النصلت نمبر دايما function في رينولدس نمبر والبرنتل نمبر، وده اللي هنشوفه في الشابتر 7 وشابتر 8 في الفورسد كونفكشن.
فبالتالي لو انا معايا الفانكشن بدلالة الرينولدز والبرنتل، الرينولدز احنا اتكلمنا عنه وعارفين المعادلة بتاعته وازاي بنحسبه، والبرنتل لسه متكلمين عنه من شوية، فبالتالي نقدر نعوض في الفانكشن دي ونجيب قيمة النصل نمبر، ومنها نقدر نعوض في العلاقة دي ونجيب قيمة الاتش اللي هو الهيت ترانسفير كوفيشنت، اوكي، واللي بيعتمد هنا على الخواص بتاعة الفلويد. عندي بعض العلاقات اللي بتعامل فيها في الرينولدز انرجي، ومن ضمن العلاقات دي بتقول انه السي اف اللي هو الفريكشن كوفيشنت اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، في رينولدز نمبر على 2 يساوي النصلت نمبر، فممكن دي من ضمن العلاقات اللي ممكن نجيب منها قيمة النصلت نمبر، واللي بتعتمد فيها على رينولدز نمبر والسي اف، والعلاقة دي بنستخدمها في حالة لو قيمة البرنت نمبر بتساوي 1. اوكي، طيب من هنا لو احنا عايزين نجيب السي اف على 2 هنلاقيها بتساوي النصلت نمبر على رينولدز نمبر. النصلت نمبر على رينولدز نمبر بيدينا نمبر جديد اسمه او الاختصار بتاعه الاس تي. الاس تي ده اختصار ل dimensionless number اسمه ستانتون نمبر. ستانتون نمبر، الستانتون نمبر اصلا العلاقه بتاعته هو بيساوي النصلت نمبر على رينولدز نمبر في البرنتل نمبر، وبما ان الحاله اللي انا شغال عليها هنا البرنتل نمبر بواحد، فاذا النصلت على رينولدز في البرنتل، البرنتل هشيله لان هو قيمته بواحد، فيبقى الستانتون هو النصلت على رينولدز، اوكي، اللي هي الحاله دي. لو احنا معانا السي اف نقدر نجيب الستانتون نمبر، ومنها نقدر نجيب علاقه النصلت برينولدز، او العكس لو احنا معانا الستانتون نمبر نقدر نجيب السي اف من العلاقه دي. طيب لو البرنتل لا يساوي واحد، في الحالة دي قيمة السي اف على 2 هتساوي الستانتون نمبر ضرب البرنتل نمبر أس 2 على 3، وده بيدينا نمبر جديد أو فاكتور جديد اسمه جي اتش. الجي اتش ده فاكتور اسمه كولبرن فاكتور. اوكي، يبقى العلاقة دي بستخدمها امتى؟ لو البرنتل نمبر لا يساوي واحد. نرجع كده بس للستانتون نمبر. الستانتون نمبر ليه علاقة تانية، هو برضه بيساوي او بيعتمد على قيمة الاتش، هو بيساوي ال h على rho في ال u ما لا نهاية في ال c. جت منين العلاقة دي؟ طبعا دي c p. العلاقة دي جت منين؟ شلنا النصلت نمبر عوضنا بالعلاقة بتاعتها h في l على k، شلنا رينولدز نمبر عوضنا بالعلاقة بتاعتها rho في ال u ما لا نهاية في ال l على mu، وشلنا البرنتل نمبر وعوضنا بالعلاقة بتاعته اللي هو بيساوي c p في ال mu على k، وبنبدأ نعمل الاختصارات بتاعتنا بيديني في النهاية العلاقة اللي قدامنا دي، ومن ضمن العلاقات اللي احنا بنستخدمها في حساب الستانتون نمبر. ناخد بالنا هنا الكولبرن جي فاكتور ده في منه قيمتين، لو احنا شغالين على الهيت ترانسفير ولو احنا شغالين على الماس ترانسفير. طبعا احنا ما بناخدش ماس ترانسفير، احنا بناخد هيت ترانسفير بس، لذلك هو اسمه جي اتش، فالاتش دي هي اختصار الهيت ترانسفير. في فاكتور تاني اسمه كولبرن جي فاكتور برضو، ولكن خاص بالماس ترانسفير، فبالتالي الرمز بتاعه بيبقى جي ام، ده احنا ملناش دعوه بيه، اللي يهمنا الجي اتش. في جدول في الكتاب اللي هو تيبل 6.2 في معظم النمبرز اللي احنا بنتعامل بيها وتعريف كل نمبر فيهم والوصف بتاعه والعلاقه بتاعته، اللي هو التيبل ده
هتلاحظ هنا انه هنلاقي قيمة او هنلاقي ده الكولبن جي فاكتور اهو اللي احنا اتكلمنا عنه. هتلاقي فيه من ضمن الارقام النسلت نمبر اهو بالتعريف بتاعه، وهنلاقي البرنتال نمبر اوكي رينولدز نمبر والستانتون نمبر. بعض النمبرز الاضافية التانية اللي في منها هيقابلنا قدام شوية وهنتعامل معاه، وفي منهم اللي احنا مش هنحتاجه اللي بيتعلق بالماس ترانسفير واحنا مش شغالين على الماس ترانسفير. فاللي يهمنا التعريفات اللي تهمنا او اللي احنا شغالين بيها في الكورس ده. طيب خلينا نشوف مسائل على العلاقات دي وازاي بنقدر ان احنا نستخدم العلاقات دي في حل المسائل. اول مسألة معانا بيقول an object of a regular shape has a characteristic length of L بتساوي 1 متر and is maintained at a uniform surface temperature of TS بتساوي 400 كلفن when placed in atmospheric air at temperature T ما لا نهاية بتساوي 300 كلفن and moving with a velocity of 100 متر per second the average heat flux from the surface to the air is 200 أو 20,000 واط لكل متر سكوير. مدينا هنا المواصفات عند object معين ليه شكل معين، surface temperature بتاعته 400 كلفن، temperature 300 كلفن بتاعة الهواء، والهواء ماشي بسرعة 100 متر بير سكند. قال لي إنه في الحالة دي الـ Q بتساوي 20,000 واط على متر سكوير. أوكي. والـ characteristic length بتاع الـ object ده بيساوي 1 متر. اللي هو هنا موضحه على عناصر بالشكل ده، المسافة دي هي دي الـ characteristic length. طيب بيقول لي if a second object of the same shape، عندي object تاني واخد نفس الشكل اوكي but with a characteristic length اللي بتساوي 5 متر، يعني هو معمول له scale up بحيث انه تبقى الـ characteristic length بتاعه بتساوي 5 متر is maintained at a surface temperature، surface temperature بتاعته 400 كلفن و placed in atmospheric air T ما لا نهاية 300 كلفن. What will be the value of the average convection coefficient be if the air velocity is 20 متر per second؟ في الحالة الجديدة دي ال velocity بتاعة الهواء 20 متر per second، عايز يحسب قيمة ال average convection coefficient. احنا عندنا الحالة الأولى والحالة الثانية، حالتين هنستخدم الحالة الأولى في إننا نوصل لقيمة الـ average convection specific coefficient في الحالة الثانية. لو بدأنا بإننا نحسب مثلا Reynolds number في الحالة الأولى case 1 Reynolds number بسميها Reynolds number L لأنه هنا بشتغل على اللينث الإجمالي للشكل فبسميها Reynolds number L. في الحالة واحد هيساوي ال V1 في ال L1 على ال U1، طالما شغال على الحالة الأولى هسميهم كلهم رقم واحد. ال V1 مديها لي بمية، ال L1 مديها لي بواحد على النيو او ال V1 اللي هو الكيناماتيك فيسكوستي V1، هحطها قيمتها زي ما هي، احنا طبعا مش عارفين قيمتها بكام، ممكن نجيبها من الجدول بس انا هسيبها زي ما هي V1. لما نيجي نحسب ده هنلاقيها 100 على V1 او نيو 1. الحالة الثانية Reynolds number 2 ال V2 في ال L2 على النيو 2، الكلام ده بيساوي ال V2 20 في ال L2 بخمسة على ال نيو 2، وبالتالي ده برضه هيديني 100 على ال نيو 2. طيب ال temperature بتاعة الهواء في الحالة الأولى 300 كلفن وفي الحالة التانية برضه 300 كلفن، معنى كده إن أنا عشان أجيب قيمة ال نيو 1 عند T ما لا نهاية 1 300 كلفن هيديني قيمة هي نفس القيمة اللي هتطلع عند الحالة 2، لأن الـ T2 اللي أنا هدخل عندها هي نفسها 300 فهيديني نفس قيمة الـ A النيو،
ونفس الكلام في البرينتال نمبر. اوكي، ف for same temperature قيمة النيو 1 تساوي النيو 2 والبرينتال نمبر 1 يساوي البرينتال نمبر في الحالة 2. طالما النيو 1 والنيو 2 متساويين، اذا انا عندي رينولدز 1 ورينولدز 2 متساويين، 1 بتساوي رينولدز ال2 لانه 100 على نيو 1 وده 100 على نيو 2، وبما ان نيو 1 بتساوي نيو 2 اذا 100 على نيو 1 هي نفسها 100 على نيو 2 اللي هي رينولدز نمبر في الحالتين متساوي. طيب مش احنا قلنا قبل كده او لسه من شويه قايلين ان نصلت نمبر لما بنيجي نحسبه دايما هو بيكون فانكشن في رينولدز نمبر والبرينتال نمبر، بما ان هنا رينولدز نمبر في الحاله الاولى بيساوي متساويين والبرينتال نمبر في الحالتين متساويين، اذا الفانكشن بتاعه النصلت نمبر في الحالتين هتبقى متساويين. النصلت نمبر عند الحاله 1 هو نفس النصلت نمبر عند الحاله 2. هشتغل هنا بالنصلت نمبر الافريج. احنا قلنا انه النصلت نمبر بيساوي ال H في ال L على K. ال L منها اللوكال ومنها الافريج. لو احنا شغالين بال H لوكال هيديني قيمة النصلت اللوكال، لو احنا شغالين بال H افريج هيديني النصلت نمبر الافريج. فانا هنا لان انا عايز احسب ال H افريج فهشتغل بالنصلت الافريج، والنصلت الافريج هو كمان فانكشن في رينولدز والبرنت، فانا كده مش متغير في حاجة. طيب لسه شايفين من شوية ان النصلت نمبر بيساوي ال H في ال L على K، فنقدر نشيل النصلت نمبر في الحالة واحد نحط بدلها ال H واحد في ال L واحد على K واحد، ال H اتنين في ال L اتنين على K اتنين، وهشتغل بال H average لأن ده النصلت ال average. طيب من ضمن الخواص ال K، ال K one هتطلع هي نفسها ال K two مظبوط لأن عند نفس ال temperature، فبالتالي ال K one وال K two يطيروا مع بعض. فيتبقى لي ان ال H من العلاقة دي ال H2 هتساوي ال H1 average في L1 على L2. طيب ال L1 بكام؟ واحد، وال L2 بخمسة، يبقى واحد على خمسة في ال H ايه؟ ال H1 average اللي هي بتساوي 0.2 H1 average، يبقى ال H2 average بتساوي 0.2 ال H1 1 average. لو انا قدرت اجيب ال H1 دلوقتي اقدر اجيب ال H2. طيب نجيب ال H1 ازاي؟ علاقة ال heat flux Q double dash بتساوي في الحالة واحد بتساوي ال H1 average في ال TS ناقص ال T ما لا نهاية في الحالة واحد، TS1 T ما لا نهاية 1، وبالتالي ال H1 average هتساوي ال Q double dash في الحالة واحد على ال TS1 ناقص ال T ما لا نهاية 1. ونعوض الهيت فلوكس في الحالة الأولى هو مديها لي 20,000 أو الأفريج هيت فلوكس from the surface to the air 20,000 واط على متر سكوير، وبالتالي دي كده ب 20,000 على السيرفس تمبريتشر في الحالة الأولى اللي هي 400 كلفن ناقص التي ما لا نهاية 300 كلفن، 400 ناقص 300 تطلع ال H average في الحالة الأولى بتساوي 200 وات على متر سكوير كلفن. اذا ال H average 2 بتساوي 0.2 ضرب ال H1 اللي هي 200 تطلع 40 وات على متر سكوير كلفن. يبقى كل الفكرة ان احنا بنستخدم العلاقات علشان نطلع relations ما بين حالتين مختلفين مثلا، او ممكن relation ما بين خاصيتين عند نفس الحالة من خلال الايه الـ givens وعلى حسب المطلوب في المسألة. المسألة الثانية بيقول a thin flat plate that is 0.2 متر ضرب 0.2 متر on a side is oriented parallel to an atmospheric airstream. عندي بليت مدين الأبعاد بتاعته 0.2 ضرب 0.2 ومحطوط في اتجاه موازي لاتجاه اير ستريم، الفيلوسيتي بتاعته 40 متر بير سكند سميناها جو ما لا نهايه. ذا اير از ات ا تمبريتشر اوف تي ما لا نهايه بتساوي 20 سليزيس، وايل ذا بليت از مينتيند ان تي اس
تساوي 120 سيليزيوس. بيقول the airflow over the top and bottom surface of the plate. هنا الهواء لما يجي يعدي على البليت بيعدي من الاتجاهين التوب والبوتوم، بمعنى انه البليت في النص والهواء معدي من على المساحتين، المساحة اللي فوق والمساحة اللي تحت. عايز يحسب and measurement of the drag force reveals a value of 0.075. نتيجة ان الهواء هنا ماشي في او بيعدي على البليت ده بيسبب عليه drag force. drag force هنا قيمتها 0.075. what is the rate of heat transfer from both sides of the plate to the air. عايز يحسب قيمة الكيو اللي بتنتقل من البليت الى الهواء. علشان نحسب قيمة الكيو طبيعي احنا عندنا ده بليت بمعنى ان هو سطح وبيعدي عليه هواء، فبالتالي بيحصل ما بين السطح والهواء convection. علشان نحسب الكيو هنحسبها عن طريق معادلة convection اللي هي بتقول هي بتساوي ال H، بس هنا طالما انا بحسب الهيت من على البليت كله يبقى بالتالي لازم اشتغل بال average heat transfer coefficient H average عشان يديني ال average rate of heat transfer من البليت كله على بعض. في المساحة بتاعت البليت في ال TS ناقص ال T ما لا نهاية. طيب مبدئيا خلينا نحسب المساحة. المساحة بتساوي 0.2 ضرب 0.2، بس دي مساحة السطح اللي فوق بس. طيب مساحة السطح اللي تحت نفس المساحة، يبقى القيمة دي هضربها في 2 عشان يديني مساحة السطحين اللي فوق واللي تحت، وده لأنه السطحين أو اللي هو الهواء بيعدي على سطح واحد فبحسب المساحة بتاعت السطح الواحد، إنما طالما هنا الهواء بيعدي على سطحين فبالتالي لازم أحسب المساحة بتاعت السطحين كلها على بعضها اللي هي تبقى 2/10 ضرب 2/10 وأضربها في 2 علشان المساحتين. أوكي تطلع 0.08 متر سكوير. طيب قيمة ال H average علشان نحسبها نحسبها ازاي؟ هو مديني هنا الدراج فورس. لو افتكر لما خدنا في الفيديو اللي فات لما اتكلمنا عن الدراج فورس قلنا ان الدراج فورس ليه علاقة بالكوفيشنت الفريكشن كوفيشنت وليه علاقة بالدراج فورس، يعني خدنا الفريكشن كوفيشنت سميناه سي اف قلنا هو بيساوي التاو S على رو في اليو ما لا نهاية سكوير على 2، وخدنا انه التاو S هي عبارة عن الدراج فورس على المساحة، مظبوط. وبالتالي هنا معانا ال F دي نقدر نجيب التاو، وطالما معانا التاو نقدر نجيب ال CF. طيب احنا لو جبنا ال CF هنستفيد ايه؟ لسه واخدين علاقة من شوية اللي هي علاقة الكولبن جي فاكتور جي اتش، قلنا ده بيساوي سي اف افريج على 2، وبالتالي لو انا عايز سي اف افريج اقدر اجيب الجي فاكتور للهيت ترانسفير، واللي اصلا بيساوي الستانتون نمبر في البرنتل اس 2 على 3، والستانتون نمبر ليه علاقه بالاتش. الستانتون نمبر بيساوي الاتش افريج على الدينستي في اليو ما لا نهاية في السي بي، والبرنت اللي يجي زي ما هو لفة طويلة بس هي ما تجيش غير كده. فبالتالي هنا هستخدم الدراج فورس عشان اجيب قيمة السي اف، ومن خلال السي اف نقدر نجيب الجي اتش، ومن الجي اتش نقدر نجيب الاتش الافريج. طيب خلينا نجيب السي اف الاول. هنشيل التاو دي ونحط بدالها اف دي على ايه، يبقى البسط عندي اللي هو اف دي على ايه، الاف دي اللي هي 0.075 على الاريا اللي هي 0.08 اللي احنا مطلعينها على الدينستي. طبعا هنا نحتاج نحسب الايه الخواص بتاعه الهواء. الهواء هنا التمبريتشر بتاعته 20 سيليزيوس والتمبريتشر بتاعه السطح 120 سيليزيوس. لما نيجي نحسب الخواص هنا
لازم نحسبها عند الـ average temperature ما بين الـ surface temperature والـ fluid temperature، يعني 120 زائد 20 على 2 يديني 70 سليزيوس. 120 زائد 20 على 2 يساوي 70 سليزيوس. يبقى هنجيب خواص الهواء عند 70 سليزيوس. من تيبل A4 جبنا الـ density وجبنا الـ CP وجبنا الـ Prandtl number والـ viscosity اللي هي النيو. فبالتالي على الدنسي اللي احنا مطلعينها 1.018 في الفلوستي مديها لي هنا 40 متر بير سكند 40 سكوير على 2. من هنا يطلع سي اف 1.15 ضرب 10 اس ماينس 3. طالما جبنا السي اف، العلاقه اللي احنا جبناها دي سي اف على 2 بتساوي ايه؟ اتش افريج على رو في اليو ما لا نهايه في السي بي في البرنتل اس 2 على 3. فبالتالي لو انا عايز اجيب الاتش يبقى الاتش بتساوي الدنستي اللي هي الرو في اليو ما لا نهايه في السي بي في السي اف افريج على 2 في البرنتل نمبر اس 2 على 3. فمن هنا كده الاتش افريج ده جاي منين؟ جاي من العلاقه دي، علاقه ده مع ده. اوكي، الاثنين اصلا بيساوي بعض. تمام، فانا عايز الاتش، فهجيب منها الاتش هتبقى العلاقه بتاعته كالاتي، هتساوي السي اف افريج في اليو ما لا نهايه في السي بي على 2 البرنتل نمبر اس 2 على 3 ونعوض. CF 1.15 ضرب 10 اس ماينس 3 في الدنستي 1.018 في اليو ما لا نهايه 40 في السي بي 1009 على 2 ضرب البرنتل 0.7. طبعا البرنتل زي ما اتفقنا بنطلعه من التيبل، فاحنا مطلعينه من التيبل اهو 0.7 من الخواص بتاعه الهواء أس 2 على 3. تطلع الـ H average تساوي 30 وات على متر سكوير كلفن. إذن الـ Q بتساوي الـ H بـ 30 ضرب المساحة 0.08 ضرب الدلتا T الـ TS ماينس الـ T ما لا نهاية. TS 120، T ما لا نهاية بـ 20، يبقى 120 ماينس 20 يدينا قيمة الكيو بتساوي 240 وات، وده كده المطلوب من المسألة. إن شاء الله في البي دي اف هتلاقي فيه مسائل إضافية على الجزء ده، أفكار مشابهة للأفكار اللي احنا حليناها، فإن شاء الله ما تلاقيش صعوبة فيها. ولو في أي استفسار تواصل معايا على الواتساب في أي وقت. بالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم.